اليوم ضمن الفقرة الطبية رح نحكي عن موضوع بهم كتير من الناس، وتحديدا الأشخاص يلي عندهم مشاكل بالأسنان، إما لسبب التقدم بالعمر أو تعرضهم لمواقف فقدوا فيها بعض أسنانهم، يمكن صار عندهم صعوبة بالكلام أو تناول الطعام. وبما أنه كلياتنا منحب أنه تكون ابتسامتنا حلوة، لازم نفتش على حلول مناسبة لمشكلتنا، وأكيد يرشال حلول كتيرة وعديدة بطب الأسنان ومن زراعة الأسنان. أكيد يعني صار في تطور كتير كبير بعالم الأسنان، خلينا نقول التجميلي، ولكن اليوم موضوعنا طبي تجميلي. اليوم بدنا نحكي عن زراعة الأسنان، وهي تعويض للأسنان المفقودة بالفم. يعني طبيا دائما بيقول طبيب الأسنان أنه هو الحل الأول عند أي مريض، غير الشائع بين الناس أنه نحن بحالة إسعافية أو هو الحل الأخير لأننا لنروح بموضوع زراعة الأسنان. رح نضوي أكثر على هذا الموضوع، ما بين السلبيات والإيجابيات وآلية العمل وأيضا المحاذير خلال عملية زراعة الأسنان. وضيفنا لليوم هو الدكتور محمد ثابت مراد، أخصائي تقويم أسنان وفكين. يسعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا فيك. صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، يمكن بيصير عند بعض الناس إشكالية انه زراعة الاسنان ممكن تكون عملية صعبة، ممكن تكون مؤلمة، انا ممكن من خلال افقد بعض اسناني الدائمة. طيب خلينا بالبداية قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع نعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بزراعة الاسنان. هلا زراعة الاسنان هي وضع، طبعا الزرعة هي بتكون مادة معدنية، يعني هي جزء معدني مصنوع من التيتانيوم بيتم وضعه بالعظم. طبعا هو بشكل قاعدة او الاساس اللي بدنا نركب عليه السن بعدين، بعد عملية اندماج الزرعة بالعظم ونجاحها. طبعا هالشيء بياخذ وقت. طبعا نحن من خلال زراعة الأسنان نعوض عن الأسنان المفقودة، سواء كانت سن واحد أو أكثر من سن. مع اختلاف الأسنان المفقودة نحن في آلية لهالموضوع هذا، بحيث أنه الزرعة الواحدة ممكن تعوض عن سن واحد، بينما إذا بدنا أكثر من سن بدنا أكثر من زرعة. هلا نحن عملية زراعة الأسنان عملية بسيطة، مو مثل ما كل العالم بتخاف أو بتفكر، يعني هي تعتبر جراحة بسيطة بنقوم فيها بالعيادة، التخدير فيها بيكون موضعي. طبعا طالما في تخدير فالمريض ما حيحس بأي شيء، يعني بيتم فيها أول شيء عملية فتح للثة أو شق للثة وتحضير العظم لوضع الزرعة، وبعدين بنحط الزرعة نحن بالعظم. طبعا ما بيصير تنحط باللثة أو بالأنسجة. تستغرق في وقت للشفاء، شفاء الزرعة، يعني في عنا نحن وضع الزرعة بيتم بجلسة واحدة، والتعويض بيتم بعدين خلال أكثر من جلسة، طبعا مو كتير، يعني جلستين أو ثلاثة، بيتم فيها فتح مكان الزرعة ووضع الجزء الخارجي اللي هو اللي بده يمثلنا السن المفقود أو الجزء اللي بنركب عليه السن المفقود. طيب حكيم، عم نحكي عن آلية زراعة الأسنان. اليوم الناس بتخوف، يعني في القصة يعني فوبيا من طبيب الأسنان بشكل عام، يعني فاليوم نحن عم نحكي عن جراحة أحياناً عم تضطروا لتخدير عام غير التخدير الموضعي أو لا؟ هلا بالنسبة لزراعة الأسنان نادرا ما تحتاج لتخدير عام، ومثل ما قلت انه بتكون ضمن العيادة جراحة صغرى تخدير موضعي، وان شاء الله يعني اغلب الحالات ما بتعتاز لهالتعقيدات هي، يعني ما بيكون. ذكرت انه انت في تجهيز، ولكن احنا بنعرف انه ممكن تاخذ اشهر، يعني طبعا لترميم العظم للتجهيز. طبعا الفترة بتكون لترميم العظم واندماج الزرعة بالعظم، ولحتى تكون جاهزة لاستقبال الأسنان ويصير عليها أطباق أو يتم تحميل الأسنان عليها. تمام دكتور محمد، يعني خلال خبرتك بهذا المجال خلينا نحكي اليوم في أشخاص هنون مو قادرين يلجأوا لهذا العلاج، ربما عندهم مشاكل معينة، ربما مصابين بأمراض، هنون ما بيقدروا يلجأوا اليوم لزراعة الأسنان، أم الكل قادر أنه يختار هذا العلاج؟ زراعة الأسنان في إلى جانب اقتصادي، يعني في إلى تكلفة عالية، فبعض الأشخاص ممكن تبتعد عن الزراعة بسبب تكلفتها المادية إذا في شيء صحي مثلا. تمام. هلأ بالنسبة
الامور الصحيه طبعا في عالم اللي في عندنا نحن اغلب العالم ببلادنا ما بتزور طبيب الاسنان او ما بتلجا لتروح لعند دكتور وتحل مشاكلها الا لتكون تاخرت كثير بالحاله وصار وضعها سيء. طبعا هالشيء هذا بيؤدي لخساره السن. طبعا نحن بالاساس لازم ما نلجا للزراعه، نحن في حال حافظنا على اسناننا ما بنضطر نقوم بزراعه الاسنان لانه اسناننا ممكن تكون سليمه وما صحيح. ما خسرناها لسه. هلا تراجع يعني تاخر بالحاله طبعا بينتخر السن ونقوم بتصليحه اكثر من مره وممكن نخسر السن وما نقوم بالتعويض عنه باحد الطرق العلاجيه اللي احدها زراعه الاسنان. فنحن هذا الشيء بيؤدي لخساره العظم، طبعا اذا ما كان عندنا عظم ما فينا نحط الزرع نحن، او بيؤدي لزياده تكلفه الموضوع وزياده صعوبه الاجراء، بحيث نحن صار بدنا طقوم عظميه، صار في عندنا اجراء اكثر تعقيد، ممكن نحن نكون الزرعه تبعنا تاثر على المناطق التشريحية أو العصبية اللي موجودة بالفكين، فهذا الشيء ممكن يأثر على الزراعة. والناحية الثانية بعض الأمراض العامة اللي عند الناس ممكن مثل السكري اللي بيؤدي لهشاشة بالعظم، أو ممكن بعض السيدات عندهم تأخر عندهم كمان يعني السيدات الكبار بالعمر كمان او الحوامل يصير. مثلا ممكن هلا الحوامل ما بيأثر كثير ما بتأثر هالموضوع على موضوع الجراحه، ممكن موضوع الحامل بيأثر عليه التخدير اللي بيكون بالعياده اكثر. للاشخاص اللي عندهم مشكله قلبيه حكيم كمان احنا فينا ندمجهم بالاشخاص يعني عنده شويه محاذير اثناء عمليه الزرع؟ تمام. هلا بالنسبه للامراض العامه مثل الامراض القلبيه ما بتاثر على زراعه الاسنان، وانما ممكن موضوع التخدير ياثر عليهم، لانه التخدير بالعياده بيحتوي على الادرينالين اللي ممكن ياثر عليهم مضاعفات ثانيه. طبعا مثل موضوع الضغط كمان عند العالم، والسكري اللي حكينا انه بيسبب هشاشه بالعظام وبيسبب زياده بالانتانات او في فرصه ليصير في عندنا فشل للزرعه. طيب خلينا نوضح اكثر، كم جلسه اليوم بيحتاج المريض لحتى يزرع الاسنان؟ بيقولوا لك في بعض الاشخاص بيتخوفوا انه ممكن يدخلوا لعند دكتور الاسنان يطولوا ممكن ساعتين ثلاثه، طب خلينا نوضح اليوم اذا نحن بدنا نزرع سن او اثنين قديش ممكن ياخذ معنا وقت؟ عمليه زراعه الاسنان تحتاج لجلسه واحده اللي هي هذا القسم الجراحي منها واللي بنقوم فيه اول شيء. بالنسبة للجلسات الثانية حتكون جلسات تعويضية، ممكن جلستين أو ثلاثة يعني كحد أقصى. طيب حكيم، ما بين السلبيات والإيجابيات، نحن إيجابية نحن بنعرف إنه اليوم نحن عم نحكي بموضوع طبي تعويضي للأسنان المفقودة وتجميلي بنفس الوقت، ولكن بعض السلبيات بعد إجراء عملية الزرع هل هي ممكن تستمر طول العمر إذا كان في اهتمام من المريض بأسنانه؟ هل ممكن يصير ألم بيرافق المريض أو بس يعني فترة استشفاء وبعدها إنه بيرجع لحياته الطبيعية؟ هلا بالنسبه للالم اللي بيصير ممكن يصير يعني الم بسيط محمول طبعا لمده اسبوع بعد اجراء الجراحه، طبعا بيكون المريض هون مغطى بالادويه المناسبه المسكنات. اي مشكله ممكن تصير بعدين هي ممكن اي مشكله او الم بعد هالفتره هي ممكن تكون دليل على وجود مشكله معينه. مثل شو حكيم يعني؟ ممكن التهاب حول مكان الزرعه او بالانسجه الداعمه المحيطه من عظم او لسه حوالين الزرعه. طبعا لازم مراجعه الطبيب، اغلب الحالات ما بصير عندهم اي الم. بالنسبه لل خراجات ممكن يكون لها علاقه ايضا بال هلا نحن طبعا اكيد تاخر بالنسبه للتعويض، سالتيني كمان على التعويض، التعويض اللي بيتم سلبيات التعويض اللي بيتم فوق الزرعات، بالنسبة للتعويض اللي بيكون فوق الزرعات طبعا تأخر الحالة بيأثر كتير على عملية التعويض. يعني احنا كل ما كان عندنا تراجع بالعظم صار التعويض بده يكون أكبر حجم، بده يعوض عن نسج داعمة من عظم ولسه. طبعا هذا الشيء ممكن يسبب مشاكل عند المريض من تجميع أكل ومشاكل تانية ممكن احنا نقدر نتلافاها من خلال الدقة بالتعويض والعمل. طبعا بس اغلب الحالات المتاخره بيصير عندها هيك يعني هيك اعراض.
هلا بالنسبة للسلبيات الثانية ممكن اهتمام المريض، الابتعاد عن التدخين، كلها هي عوامل بتساعدنا بنجاح الزرعة ونجاح التعويض اللي بده يكون فوقها، لأنه أغلب اللي عندهم مشاكل بخسارة الأسنان بيكونوا من المدخنين، لهيك خسروا أسنانهم، وهالشيء هذا بيأثر على الزرعات. طبعا اهتمام المريض بالدرجة الأولى هو اللي بيؤدي لنجاح العملية. تمام. طيب دكتور، خلينا لسه نوضح أكثر، شو هي الشروط المفروض أنه المريض يلتزم فيها قبل عملية الزرع وبعد عملية الزرع؟ بالنسبة هلا نحن المريض مطلوب منه الالتزام بالتعليمات اللي بيعطيها الطبيب بعد عملية الزرع، الالتزام بالأدوية اللي بيوصف له اياها الطبيب. طبعا ما بيصير المريض كمان ياخذ أدوية من عنده او يعني يكون عم ياخذ مضادات التهاب، كثير شائع عندنا انه نحن دواء الالتهاب، يعني شو ما صار المشكلة عند المريض بياخذ دواء التهاب. ثلاث حبات دكتور سيتامول وثلاث حبات، هذول بكل بيت بتلاقيهم. اي تمام. موضوع الدواء كثير مهم لانه هو بيسيطر لنا على الانتان وبيسبب يعني بيؤدي لنجاح عملية الزراعة. طبعا التعليمات اللي بتكون، في تعليمات خاصة بعد العملية مباشرة، وفي تعليمات بتكون خلال فترة شفاء الزرعات. مثل ما حكينا الموضوع التدخين كثير سلبي وبيأثر على موضوع نجاح الزرعة. ممكن نحن يكون عندنا يعني لازم نخلق بتم بيئة صحية، بيئة فموية صحية بنقول، لحتى نحن نكون يعني يكون في شفاء أسرع ويتمتع المريض بصحة فموية جيدة، هذا كله بيساعده على شفاء الزرعة. طيب حكيم، ليش دائما من الشائع انه زراعة الأسنان يعني طبيا هي الحل الأول عندكم، اما بالموضوع الشائع فالناس مثل ما قلنا بتروح بحاله اسعافيه، يعني ليه دائما الناس بتتخوف او ما بنقول بتتخوف انه بتاجل هذا الموضوع انه بكير عليه؟ واليوم يعني الاسعار يعني ممكن هي احد السلبيات او اكثر السلبيات بموضوع زراعه الاسنان. طبعا موضوع زراعه الاسنان بحافظ لنا على الاسنان اللي عند المريض. طبعا في حالات ممكن المريض يكون خسران كل اسنانه او خسران كل اسنان بجهه معينه، فما فينا نلجا لموضوع غير الزراعه. طبعا الحلول التعويضيه الثانيه بتكون حلول متحركه، يعني بدلات متحركه. كثير اشخاص بترفض فكره البدله المتحركه خاصه اذا كان بعمر صغير، يعني تماما الاعمار الصغيره رافضه لهالموضوع هذا، وحتى الاعمار الكبيره احيانا يعني المشاكل الصحيه اللي بتصير عندها بتفرض عليها انه هي ما لها قدرانه تتحمل موضوع شيء معين، ممكن مرض عصبي، ممكن موضوع تراجع العظم الشديد ما عاد تثبت البدله عنده، فنحن اجباري بنلجا لحل مثل زراعه الاسنان. هلا ما في عندنا يعني زراعه الاسنان كثير مهمه، يعني لازم نحن عندنا الجانب الاقتصادي بيلعب كثير دور كبير بموضوع الزراعه. نعم. بس هي احد الحلول الاسلم يعني. تمام. تمام دكتور، قد ايه مهم اليوم نحن قبل ما نقوم بهذا العلاج نحن نشيك على امور اللثه، نعرف اذا هي سليمه، اذا فيها التهابات؟ خلينا نوضح هذا الموضوع. تمام. هلا نحن اللثه هي مرآة للعظم اللي تحتها اللي نحن بنحط فيه الزرعه تبعنا، فنحن موضوع التهاب اللثه له عده جوانب. لازم تنظيف الاسنان بشكل مستمر بعد الاكل، لازم ما يكون في عندنا نزف او احمرار باللثه. طبعا هي كلها مؤشرات بتدلنا انه لازم نراجع طبيب الاسنان ونعرف سبب الاحمرار او تراجع او النزف اللي عم بيصير. طبعا مؤشر لسلامة العظم هو مستوى اللثة، بس يصير عندنا تراجع باللثة سواء من خلال رض، من تفريش الأسنان، سواء من مرض معين، سواء من أي مشكلة، نخور، أحيانا نخور أو تركيبات سيئة أهمل المريض، ويعني طبعا بتساوي عندنا تراجع وبتؤدي بعدين لخساره العظم. كل هاي الامور لازم نحن ننتبه عليها، من تفريش الاسنان، الغراغر اللي بيوصفها الطبيب. طبعا ما بيصير كمان نحن ناخذ غراغر بدون استشاره الطبيب، لانه هي بتحوي على مواد كيماويه ممكن تاثر على اللثه والاسنان. طيب حكيم، ذكرت حضرتك تراجع اللثه اللي بتؤدي لتراجع العظم. هلا مبدئيا فينا نكون او ندرج الموضوع الوراثي ببنيه الاسنان؟ نشوف نحن اطفال باعمار كثير صغيره عندهم تراجع باللثه،
ترجع للمورثات بيقولوا انه عنده هو بنيه الاسنان عنده كثير ضعيفه. في حال كانت القصه وراثيه او في حال اليوم في زرعه او لثه كثير يعني تعبان، اليوم شو الاجراءات الطبيه اللي ممكن حضرتك تشتغل عليها؟ تمام. هلا تراجع اللثه له عده اسباب. اول شيء بدنا نعرف سبب تراجع اللثه. طبعا في احد الاسباب هو سبب وراثي. طبعا في حال نحن ما كان عندنا اي مشكله بالاسنان، كانت الصحه الفمويه كثير جيده، المريض بيعتني بصحة ونظافة أسنانه، طبعاً فنحن نتجه لأنه يكون السبب هو سبب وراثي. الأسباب الثانية ممكن تكون نخور بالأسنان، عدم إهمال لتنظيف الأسنان وتجمع الأكل والكلس أو الجير اللي نحن بنقول عنه أو القلاح. طبعا احيانا بيكون تفريش الزائد او الجائر بطريقه غير صحيحه هو السبب لتراجع اللثه. كل هاي العوامل بتؤدي لتراجع اللثه. اللثه هي البيئه الحاضنه للسن، يعني هي اللي بتحدد لنا صحه السن وعمر السن قد ايه بده يعيش معنا. كل ما كان نحن عندنا النسج الداعمه سليمة كل ما عاشت الأسنان معنا أكثر. تمام. قبل ما نحكي عن العلاجات خلينا نوضح دكتور شو سبب اليوم سقوط زرعة الأسنان عند بعض الأشخاص أو فشلها؟ هلا في عندنا نوعين لسقوط الزرعات. في عندنا سقوط زرعات بيصير مباشرة بعد عملية الزرع، طبعا هذا سببه فشل، يعني فشل سريع للزرعة. طبعا بده يكون عندنا حاصل انتان معين او مشكله اثناء عمليه الزرع، هي ممكن تؤدي لفشل الاسنان، فشل الزرعه السنيه. طبعا الفشل الثاني بيكون بعد تعويض السن وبعد تركيب السن، هون نحن بنكون بتكون الزرعه تبعنا كان نجحت وسبب الفشل هو التعويض اللي بدنا نحطه فوق الزرعه، التعويض السن اللي بنركبه فوق الزرعه. طيب حكيم قبل ما نروح للنصائح الاخيره يمكن اول شغله بيسالك اياها المريض فيني اكل؟ ايمت فيني اكل صح؟ ايمت فيني اكل؟ ايمت فيني اشرب؟ اكيد في مده اليوم، خلينا نروح هيك بنصائح عامه اليوم ان كان بموضوع زراعه الاسنان وكان بالصحه الفمويه اللي ممكن تخلينا نقول الوقاي تمنعنا او تاجل زيارتنا لطبيب الاسنان، وقد ايه اليوم مهم انه يكون في تشيك دوري للاسنان؟ هلا الزيارات الدوريه كثير مهمه. طبعا كل ما كان زياره المريض للطبيب ابكر كل ما كان الحل ابسط وكل ما كانت التكلفه عليه اقل. طبعا هذا الشيء كثير بيهملوه العالم عندنا ببلادنا انه نحن بنتاخر كثير بناخذ دواء، صار عندنا اي مشكله ما بنراجع الطبيب، يعني بنهمل الموضوع هذا. ممكن يكون في جانب اقتصادي للموضوع وفي ممكن يكون خوف من طبيب الاسنان، خوف من فكره حكيم. التخدير، الابره، ممكن الاصوات اللي بتكون ضمن العياده، كثير في عوامل بتاثر على المريض. شخصيا اليوم اي حدا بفوت لعياده دكتور الاسنان بيتاثر بشكل نفسي كثير كبير. هلا طبعا اكيد اللي ما بيكون يعني ممكن تكون تجارب سيئه بمرحله الطفوله او خوف. في انا شفت دراسه انه نسبه كثير كبيره، يعني نسبه 80% من الاطفال بخافوا من موضوع الابره وموضوع دكتور اسنان، يعني عملوا احصائيه فطلع انه نسبه الخوف عندهم كثير كبيره. طبعا الطفل اذا ما جرب ما كان عنده تجربة جيدة مع دكتور اسنان قدر انه يستوعبه ويخفف عنه الالم ويتعامل معه بطريقة صحيحة، فما حيكون عنده ردة الفعل سيئة تجاه اذا كان تعامل معه بطريقة منيحة حيكون عنده ردة فعل ايجابية. في حال تعامل معه بطريقة سيئة او كان في تجربة سيئة عند الطفل حيأثر عليه ممكن مدى الحياة ويسبب له مشاكل ممكن تكون حلها بسيط وهو يقوم باهماله ويخسر اسنانه ويلجا لزراعه الاسنان او غيره. اكيد دكتور بالختام بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، شكرا لوجودك معنا دكتور محمد ثابت مراد اختصاصي تقويم اسنان وفكين، اهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا حكيم وصباحك حلو على طول، شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها. شكرا لكم، يعطيكم العافيه.